so cute. معكم يارا. اليوم انا سويت لكم يمكن من اكيت اللوكات واسرع اللوكات اللي انا سويتها. سويت لوك وردي كوري كيوت. زين وايد منكم طلبتوا مني انكم تبون تشوفون a Korean pink makeup look، فانا سويت لكم هذا اللوك. صدقوني ما اخذ وقت بالمرة وما استخدمت منتجات وايد ترى، فاذا تبون تعرفون شلون تسوون هذا اللوك keep watching. لا تنسون تسوون لايك كومنت سبسكرايب وتابعونا على الانستغرام على التيك توك، ويلا خلينا نبدي ويا الفيديو. بدي اول شيء ارطب شفايفي، واول شيء خذيت البينك كوارتز من كاليفورنيا كيسن، وبعدين طبعا ابدي احط برايمر، والبرايمر اللي بستخدمه اليوم هو البروفيشنال لايت برايمر. هذا البرايمر رهيب واجدد برايمر نزلناه، يخفي مظهر مساماتكم بطريقه وايد ناعمه وحلوه. والحين الفن يبدي، وببدي بالعيون. اول شيء باخذ البوين كيكلس كونسيلر بدرجتين افتح من لون بشرتي عشان استخدمه كاي شادو برايمر. ولان اللوك اللي بنسويه اليوم لوك كوري وردي، طبعا خذيت لون وايد لطيف وردي حلو، وبديت من الطرف الخارجي عشان اعرف اني اوقف في هالمكان، يعني احدد بالضبط وين ابي اوقف وادمجه في كسره العين. اطبطب نفس اللون على جفن العين، وبعدين اخذ لون بيتشي شوي احطه في وسط الجفن. نكست اخذ الكوكي هايلايتر، وهذا الشيء دائما يسوونه في كوريا، ياخذون مع صبعهم هايلايتر يحطونه بالضبط عند بؤبؤ العين. قبل لا انتقل للايشادو اللي تحت العين، باخذ البوين كيكلس كونسيلر وبحط كونسيلر تحت عيوني بالطريقه اللي انا عاده احطها فيها، وبعد على المناطق الداكنه في وجهي لان اليوم ما بستخدم فاونديشن، وطبعا ادمج. اللي باقي على الفرشه استخدمه عشان ادمجه على جبهتي، لان ما احب اني احط كونسيلر او فاونديشن يكون ثقيل على الجبهه عشان بعدين يبين وايد، فعشان اللوك يكون خفيف احط اللي باقي على الفرشه. باخذ البروفيشنال سوبر ساتر وبرش كم رشه. بكمل باقي الاي شادو لوك، واول شيء باخذ الهولا مات برونزر، والحين بتشوفون ليش. هذه موضه وايد كبيره في كوريا انهم ياخذون فرشه صغيره ويحددون الباج اللي تحت عينهم، والحين شكله غريب شوي بس انتظروا لين ما احط الاي شادو بيطلع شكله يجنن. فالحين نفس ما انتم شايفين الخط، املي هاي المساحه باستخدام الاي شادو اللي استخدمته حق جفن العين، وابدي اني اشبك الاي شادو اللي تحت العين مع الاي شادو اللي في الجفن وكسره العين. اخذ لون وردي اغمق من اللي استخدمته واحطه في الطرف الخارجي من تحت العين، ونفس الشيء اشبكه بكسره العين عشان يعطيني اللوك جريء اكثر شوي، ومع فرشه نظيفه ادمج. اخذ الكوكي هايلايتر مره ثانيه، ونفس الشيء نفس ما قلت لكم هاي موضه وايد كبيره في كوريا انهم يحطون هايلايتر تحت عينهم، وبعد طبعا في الطرف الداخلي تشوفوا ايش كثر يجنن. نبدي بالايلاينر، وانا بستخدم رولر لاينر وبحطه بطريقه وايد خفيفه بالضبط عند الرموش، وأبدي أرسم الوينج على تحت، يعني ما أوديه على فوق عشان يسحب عيوني، أوديه على تحت عشان نفس الشيء هذا اللوك الكوري اللي دائما يسوونه. للماسكارا بستخدم الذيريل ماجنت ماسكارا، ويعني بكثر بس مو بوايد، يعني بخلي لأن اللوك هو خفيف فقررت أني ما أحط رموش. طبعا لا تنسون الرموش التحتية وحطوا الأماونت اللي انتو تحبونه. بعد ننتقل للحواجب، وطبعا اللوك الكوري للحواجب دايما الحواجب المستقيمة. أبدي اني أعبي القوس انزين، وبعدين أرسمه على برا، أعدل حاجبي من فوق عشان يكون شكله مستقيم أكثر، وبعدين أخذ الـ 24 hour brow setter عشان أمشطه في حواجبي وأثبت كل شيء في مكانه. للبلاش بستخدم نفس الآي شادو اللي استخدمته على عيوني طبعا، وبعدين بحطه بالضبط عند تفاحة الخد وأسحبه على خشمي، ويعطيني هذا اللوك الوايد كيوت. ناخذ كوكي هايلايتر مرة ثانية وبحطه على طرف خشمي وبدمج مع صبعي. آخر شيء للشفايف باخذ فوشيا من كاليفورنيا كيسن وبحطه في وسط شفايفي، وبعدين أدمج بصبعي
برجع مرة ثانية أدخل كاليفورنيا كيسن بالضبط عند وسط الشفايف وبخليه نفس ما هو. وهذا هو اللوك النهائي، إن شاء الله عجبكم. أوكي جايز، إن شاء الله عجبكم اللوك، كتبوا لي شنو رأيكم. أنا عن نفسي This is so cute. وايد حبيت اللوك، إنزين وأحس إني بسويه، وصدق أحس إني بسويه، وكان وايد سهل، ما أخذ أكثر من 20 دقيقة. كتبوا في التعليقات شنو رأيكم، وإذا عندكم اقتراحات حق أي فيديوهات ثانية، أي لوكات ثانية تبوني أسويها، بعد كتبوهم في التعليقات. لا تنسون تسوون لايك كومنت سبسكرايب وتابعونا على الانستغرام وعلى التيك توك. أحبكم وبشوفكم المرة الجاية إن شاء الله. باي.